خشونة أو التواء في مفصل الفخذ الهيب جوين هو حيعطينا آلام مشابهة في آلام الحوض وآلام عرق النساء وآلام عرق النساء الكاذب أو حتى آلام انزلاقات غضروفية بتكون مشابهة في الأعراض، بس هذه بتكون مسؤول عنها أكثر شيء المفاصل والعضلات وموجود يعني حالة التهابية في هذه العضلات اللي حتعطينا آلام وتضغط على العصب الوركي وحتعطينا آلام نفكرها من العصب الوركي. بعض التمارين البسيطة لإعادة تقويم واصطفاف الحوض ومفصل الفخذ وتقوية للعصب الوركي اللي هي هذه التمارين اللي شفتوها، لأنه هاي الكتلة العضلية القوية الموجودة سواء من الخلف أو من الأمام بتحمل الفخذ ومفصل الفخذ من عملية انه يكون في عندنا ثبات وما يكون معرض لعملية السقوط او عدم ثبات، يعني عدم قدرة على المشي، لانه هاي العضلات هي العضلات المسؤولة عن رفع الحوض وتحريك الخطوات بطريقة كبيرة اثناء عملية المشي. وإذا في عنا مشاكل في هذه العضلات بنحس فيها لما نطلع الدرج، لما ننزل الدرج، لما نمشي، لما نتحرك، لما نهرول، لما نحني حالنا بشكل أكثر من اللازم بنشعر في الآلام. هذه الآلام ممكن تكون فقط موضعية، منطقة الحوض، منطقة الهب، وممكن نلاحظ أنه صارت تمتد لأسفل الرجل. شايفين هذا المفصل له خصوصية في انه بيتحرك في كل الاتجاهات، محاط في اربطة قوية. غير الاربطة القوية في عنا السائل المفصلي والغشاء المفصلي. هذه تمارين تقرر يوميا، كل تمرين بيقرر 4-5 حركات فقط في الحالات اللي راحت عليها منها الالام، يعني ما في الام حادة. في هذه الحالة احنا بنعمل عمل التمارين، بس لما تكون الآلام حادة في هذه الحالة احنا بنمتنع عن لازم ناخذ الكالسيوم وناخذ هذه المنتجات في الحياة اليومية. لازم نعمل التمارين هذه مرة مرتين في اليوم، نبعد عن الحركة الطويلة، المشي الطويل، طلوع الدرج، اللي الشغلات اللي فيها اهتزازات، نحافظ على حذاء جيد ان نلبسه يمتص الاهتزازات هذه اللي بتكون موجودة على المفاصل اثناء عمل التمارين او اثناء المشي. نواقع حالنا في عمل المساج مرة مرتين في اليوم على منطقة الآلام في منطقة الحوض باستخدام الزيوت العطرية، من زيت النعنع لزيت الزعتر لزيت حبوب الرشاد لزيت الريحان لزيت لبان الذكر، جيد جدا في تخفيف الألام. الكرنفل، الكركم، زيت الكركم إذا بتضيفوا زيت زيتون مع ملعقتين من الكركم وملعقة من الفلفل الحار وبتحركوهن وبتدهنوا في هالزيوت هذه لمنطقة الحوض. لما يكون في عنا ألام حادة ما بنقدر نعمل تمارين، ممنوع نعمل تمارين، احنا بنتجنب الراحة. لازم نبتعد عن وضعيات الجلوس، لان وضعية الجلوس تعمل ضغط كبير على منطقة الحوض، ونبتعد عن الحنيات الطويلة وطلوع الدرج والمشي الطويل. بس بعد اسبوع لما نسيطر على الالام في الكمادات الباردة والمساج والزيوت والراحة، في هاي الحالة بنبلش برنامج التمارين والحركة. مناش نضاعف الآلام، بدنا نركز على تخفيف حدة الالتهاب والآلام في أول أسبوع، وبعد أول أسبوع نبلش شوي شوي في عمل التمارين، لأن هذه التمارين لازم نسويها ضرورية. وما تنسوا تاخذوا شوربة عظام البقر مرة مرتين في اليوم للحفاظ على كولاجين اللي بيبني الغضاريف ولليونة العضلات وليونة الأربطة وتسريع من عملية الشفاء. فشوربة العظام
لازم يكون معها كركم، لازم يكون معها فلفل، لازم يكون معها زعتر، لازم يكون معها ثومة، لازم يكون معها بصل. هاي حصلتوا على كل المكملات الغذائية من اللي بت... اللي بت... يعني بتلزمكم للحفاظ على المفصل هذا، بتاخذوها مرتين في الأسبوع. الحركة أهم شيء لتقوية هذه العضلات والكتلة العضلية القوية في مفصل الحوض. لازم نتحرك يا جماعة الخير ونعمل التمارين اللي نخفف الآلام. هذا التمرين بالذات لازم أي مرأة تعمله مرتين في اليوم لمجرد 10 دقائق. نحط جرينا على الواجهة بالطريقة هاي مع تمارين تنفسية عشان نخفف الكوليسترول ونخفف الضغط النفسي والضغط الدم. بنعمل هذه الحركات، هاي عضلات قوية بدها زيوت في البداية ومساج مرتين في اليوم بها الزيوت العطرية المخففة للألام. لما نبلش نعمل التمارين بنضيف المساج دائما مع التمارين، والكمادات الساخنة، كمادات المياه الساخنة هاي بتتبع قبل المساج، قبل المساج. المساج في هذه الزيوت العطرية اللي بتخفف الآلام قلناها القرنفل، الريحان، البابونج، اليانسون، زيت الزيتون لوحده كفاية. وبنركز على المناطق المؤلمة في حركات المساج مع تدخيل وترطيب منطقة المفصل من خلال هذه الزيوت العطرية. يعني بنعطي فعالية المساج زائد فعالية عمل الزيوت العطرية هذه أو في البذور اللي طحناها وضعناها مع زيت الزيتون ودهننا فيها مرتين في اليوم. هذه التمارين بتشد عملية العضلات، بتقويها وتعمل عملية ارتخاء لهذه العضلات المتشنجة. المساج كويس كتير، لازم تعملوه يوميا، مساج ذاتي يعني وضع الزيوت وتحريك هذه المفاصل وعمل بعض الحركات البسيطة فقط، حركات ما تؤدي لآلام. احنا بدنا نخفف حدة الآلام. التمارين بتكون بحركات بسيطة ونزيد من شدتها كل يوم شوية، بحيث ان بعد التمرين نحس بآلام بسيطة، بس آلام شد للعضلات، بس ما نشعر في آلام زادت ونزلت على إجرينا من تحت. في هاي الحالة بيكون في عملية يعني تحفيز للعصب الوركي وضغط على العصب الوركي. هذه التمارين النهائية إن شاء الله بعد 4-5 أسابيع بتبلشوا في عمل تمارين تقوية لعضلات الجذع وعضلات الفخذ وعضلات الحوض وعضلات العمود الفقري اللي ترجعوا بلياقة بدنية عالية. تحياتي.